كانت فاس نيوز على الدعم ديالها والاهتمام ديالها بقضايا فاس. احنا كتنسيقية للأصالة والمعاصرة للأطر التربوية العاملة في القطاع الخصوصي، نضمنا هذا اللقاء لكي تداول قضايا التعليم بصفة عامة وقضايا التعليم الخصوصي بصفة خاصة، لأن هذا الأخير كيلعب أدوار جد مهمة في التربية والتعليم. نظرا لتزايد المؤسسات ديالو التلاميذ والأطر التربوية والأطر الإدارية، نحن نسعى في هذا اللقاء لتأكيد العمل والجهد للوصول لجودة التعليم الخصوصي. وأخيرا عندنا عدة مطالب كنطالبوا بها، من بين المطالب اللي كنطالبوا بها كأطر تربوية للقطاع الخاص إدماج مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، وكذلك نحتفي بالمسيرة الخضراء المظفرة، كلنا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه.